معنا اتصال. أبو أحمد من المدينة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عبد الله، عندي سؤال لو تكرمت بالنسبة للمصيد الكهربائية حقت الحشرات، يجوز الوضع على المكن ولا ما يجوز؟ طيب شكرا يا أبو أحمد. نعم، أنت تسأل الشيخ عبد الله. من عبد الله؟ كلنا عبيد لله. يسأل عن صاعقة الحشرات هذه المؤذي، إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل فإنه يقتل بأي وسيلة. نعم، بعض العلماء يقول إن الصاعق هذا نار ولا يعذب بالنار، لكن إذا لم يستطع دفع أذاه إلا بها فلا مانع إن شاء الله. نعم.